وللقاء المزيد من الأضواء أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من المنامة الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر. أستاذة سوسن، بداية نرحب بك، وكما شاهد الجميع الآن يوم تلو الآخر تنكشف خيوط مؤامرة قطرية جديدة. اليوم نكتشف أن قطر كانت السبب الرئيسي لإشعال الشرارة الأولى لإحداث البحرين المؤسف عام 2011. تعليقك على هذا الكشف الجديد الذي تم عرضه الآن. ما نشر وعرض من قبل كان يدل على أن هناك دعم من قبل القيادة القطرية على أعلى مستوى للأحداث اللي جرت في البحرين، لكن اليوم نكتشف أن هي وراء حتى إشعال الشرارة الأولى، وليس فقط تقديم الدعم المالي واللوجستي اللي كشفناه من قبل. اليوم لا، نرى أن قطر هي وراء إشعال الشرارة الأولى أيضا، يعني من داخل البيت القطري، بيت الحكم في قطر، كان يطبخ القرار وتوضع الخطة والبرنامج. صاحب الحساب اللي عرفته أحين اللي هو صاحب الأحبار سماه نفسه، إذا لاحظتوا أن التسجيل في أغسطس 2010 تم تسجيل حسابه في واشترك في ملتقى البحرين، وهذه اذا نعرف كان قبل ما في تويتر وانستغرام، قبل 2011 ما كان منتشر بالشكل اللي هو عليه الحين. كانوا الشباب دائما يلتقون عبر الكمبيوترات في ملتقيات ومنتديات، وتكون هذه المنتديات حسب المناطق أو حسب مجموعات، يعني منتدى أو ملتقى الدراز أو منتدى نويدرات أو البحرين أو مملكة البحرين، كانوا يلتقون الشباب في هاي المنتديات ويتحاورون. فإذا تلاحظ هذه صاحب الأحبار مسجل من 2010، يعني التخطيط قبل حتى تصير الأحداث في البحرين عندنا. فلما دخل عليهم في يناير 2011 كان هو مسجل من قبل شهرين ثلاثة، والحراك اللي شفناه في عبر أعلى مستوى من الدخول في هذه المنتديات من حسابات تطلع من الديوان الأميري، من الحرس الأميري، من وزارة الداخلية القطرية. يعني نرى احنا الآن إعداد وتخطيط وتهيئة للأجواء تدار داخل القصر، داخل بيت الحكم، داخل الديوان الأميري. فهذا الشخص أو الحساب اللي روج ل 14 فبراير ما كان وقته في تنظيم، حتى لكل حزة ما طلع اسم تنظيم 14 فبراير. من بعد الأحداث طلع هو كاتب قيادي في حركة 14 فبراير. طيب أستاذة سوسن، أنت الآن من وجهة نظرك كمتابعة للأحداث سابقا ولاحقا وحاليا أيضا، يعني ما الذي كان يسعى إليه النظام القطري من خلال زعزعة أمن واستقرار البحرين؟ يعني ماذا ضرت البحرين قطر في الأساس ليتم التخطيط والتآمر عليها بهذه الطريقة من نظام من المفترض أنه يكون شقيق مثل قطر وجار قبل كل ذلك؟ يا عزيزي، أول شيء هذه يعني السؤال لم يعد الحين مطروح، خلاص احنا عرفنا ماذا يهدف النظام القطري، إنما السؤال يطرح على الشعب القطري الآن. هو اللي نوجه له هذا السؤال، هل يقبل، هل يرضى أن إحنا نتكلم على أهل وأخوان وأشقاء وبصير ومشترك وجوار وإسلام وعراف بكل المقاييس والقيم والعبر؟ هذا السؤال يوجه للشعب القطري، كيف يقبل بعد هذه الأدلة كلها اللي تأكد على ضلوع القيادة القطرية على أعلى مستوى في تأسيس ما يسمى بتنظيم 14 فبراير الإرهابي المدرج على قائمة الإرهاب الآن؟ كيف تقبل أن يكون رأس الدولة يفتح حسابات يعني تنزل لهالمستوى المتدني اللي لا يقبل فيه حتى، يعني احنا لو شباب قاموا فيها يعني قلنا لهم عيب، فما بغلك بقيادة في دولة. المشكلة الثانية اللي يعني نحن نرى الآن تنظيم 14 فبراير تم تدريبه وتمويله فيما بعد وتهيئته وتهريب السلاح له من قبل الحرس الثوري الإيراني. يعني الدلالات تدل الآن على أن القيادة القطرية مع إيران هناك تناغم وتنسيق تام وتحضير لهذه الفترة بشكل متبادل وتوزيع أدوار بينهم.
يعني من قدم هذا السلاح، من قدم هاي المتفجرات، غير الحرس الثوري الإيراني الذي تم تهريبه من عبر دول مثل العراق وعبر البحر. نعم. طيب هل تنزل القيادة القطرية الشقيقة العضو في مجلس التعاون إلى هذا المستوى بأنها تشرف على تأسيس حسابات تدعو إلى تنظيمات إرهابية للتخريب في البحرين لإسقاط النظام؟ طيب. لا، وإذا أريت بعد إذا وإحنا نتكلم يعيدون، لأن اللي كاتبه هو يعني هذا صاحب الأحبار كان يكتب أن يجب أن يسال الدم ونضحي بالأرواح، يعني يدعو حتى إلى بلغته هو إلى الاستشهاد. طيب أستاذة سوسن، أنت تحدثت الآن عن الحسابات التي فتحت، ويعني هناك دور لعبته قطر أو النظام القطري في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أيضا والمنصات الإعلامية الأخرى مثل المنتديات، وكما تفضلتي كان دور مساند بشكل كبير لتنفيذ أجندات النظام القطري الهدامة الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين. كيف من الممكن أن نواجه مثل هذه الهجمات الإعلامية وأيضا الإلكترونية التي تتعرض لها البحرين؟ أولا بمزيد من الوعي والكشف والمواجهة والمصارحة، برفع سقف التعبير والإعلام عندنا في البحرين وفي جميع دول مجلس التعاون. يجب أن يعني شعب البحرين، وهذا اللي يطلع حين من تشوفات هذه اللي تطلع، أنا أوجه بعد خطابي إلى المغرر فيهم هنا في البحرين، المشروع أكبر منكم ومتجاوزكم، وأي مصالح وأي مطالب وأي إصلاح كان أنتم ما كنتوا سوى وقود يستخدم لحرق هذا البلد. أنظر من كان وراء المشروع، وحين وين عنكم؟ وين قطر الآن عن اللي زجوا في السجون أو اللي قتلوا أو اللي ماتوا في المصادمات؟ تركتهم لمصيرهم. هذا اللي يجب أن نوجه خطابنا الآن ليعي هذا الشعب، وهاي الشباب يعرفون أنهم ما هم سوى وقود لمشروع أكبر منهم بكثير. كان الهدف هو أن تكون البحرين كليبيا، إذا كان القيادة القطرية قادت الدمار اللي صار في ليبيا وفي مصر وفي تونس، فهي أيضا غرفة العمليات كانت في الديوان الأمير القطري لخراب البحرين ولدماره. يعني الحمد لله احنا نجينا الحمد لله بوعينا، بقيادتنا، بصبرنا، بحكمتنا، بالتفاف الشعب حول القيادة. احنا ادركنا الامر مبكرا، وهذا يعود بالفضل لهذا الشعب الواعي. نعم. لكن نتمنى ان اللي غرروا فيهم وصدقوا صاحب الاحبار هذه ويعتقدون ان واحد منهم وفيهم ويطلع من الديوان الامير القطري، خلي بس يعمل عقله ويعرف ان المشروع اكبر بكثير من مجرد اصلاحات ومطالب. نعم. هناك تآمر لاسقاط الدوله، وانتم ما انتم سوى وقود. نعم. إذن من المنامة الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك.